كابتن سمير، هذه التصريحات المتعلقة برئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم واللي تكلم عليه مشروع ميتشو واللي منحوه الاستقلالية الكاملة من أجل يعني خلق منتخب، كيف شفت لهذه التصريحات؟ احنا تكلمنا في السابق وقلنا ان المشروع هو مشروع موجه، يعني لما نتكلم على الاخفاقات اللي صارت في الفترات الماضيه قلنا الان اتحاد الكوره يخلق في جسم جديد للمنتخب الليبي بحيث انه يكون في تشبيب للمنتخب، ولكن نتكلم معاك لما تقول فيه لاعبين باعمار مستوى الاعمار ممكن تكون صغيره في العديد من اللاعبين نمشي معك، ولكن تشبيب بالكامل اللي شفناه على أرض الواقع ما فيش يعني تشبيب بالكامل. أول شيء دائما أنت بداية تكلمت عليه سنفعل سنعمل، أعتقد أنه سنفعل وسنعمل هذا يعني دعاية انتخابية لا أكثر ولا أقل، لنا فترات وسنين وإحنا نسمع في سنعمل وسنفعل. العديد من النقاط اللي تناولها السيد عبد الحكيم الشلماني رئيس اتحاد الكرة اللي كانت من ضمنها الفئات السنية، لو خلينا نتكلم عن الفئات السنية وإن الأندية مقصرة من ناحية الفئات السنية، ولكن أعتقد أن الاتحادات اللي تتبع الاتحاد الكرة هي المقصرة في 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 طريقة وآلية المنافسة للفئات السنية. الأندية تشتغل كلها في الفئات السنية، ولكن لما نجي نتكلم على اتحادات، كل اتحاد عنده مسابقة تملك 10 فرق أو 8 فرق أو 9 فرق، مباريات يعني بسيطة جدا، يعني لما تكون في موسم عندك 9 و10 مباريات للاعبين في الفئات السنية، وإحنا نعرف أن اللاعب الصغير لازم يكون عنده على الأقل 35 مباراة إلى 40 مباراة في الموسم حتى يطور المستوى اللاعب، ولكن بهذه الطريقة يعني صعب جدا. اليوم نشوفه في تغيير في الدوري، من سنتين أعتقد أصبح الدوري الآن أندية الدرجة الأولى تخوض مسابقاتها يعني زيها زي الفرق الدوري الممتاز، يعني أسف جدا الدوري الممتاز تقوم يعني كل نادي ممتاز عند الفئتين الأواسط والأشبال تتنافس فيما بينها. هنا هذه طبعا فكرة رامون كاتالا اللي كان مدرب، هذا كان مدير الفني الاتحاد الفني، فالفكرة طبعا أسوى بالدوري الأسباني والدوري الطلياني، ويعني وأصبح في تنافس. أنا شفت الفترة السنوات الماضية السنة الماضية وحتى الموسم قبل في تنافس يعني كبير في بالنسبة للاعبين الفئات السنية، ولكن أنت لما تكلم تقول أنا نبي نشبب لاعبين ونبي منتخب شباب، منتخب الشباب هذا يحتاج إلى دعم، الدعم يكون عن طريق الفئات السنية، عن طريق المنتخبات الفئات السنية، اهتمام بالمنتخبات السنية والاهتمام بها، وبدليل أن الأسماء الموجودة حاليا، خلينا احنا نتكلم على الأسماء اللي موجودة حاليا واللي هي في مرحلة يقول مرحلة تشبيب. أنا نتكلم على المدربين الفئات السنية شنو أعطيناهم احنا المدربين الفئات السنية بحيث أن احنا نطلب منهم أن هم يعطونا لاعبين. على سبيل المثال لما نتكلم على اللاعبين الموجودين في قائمة المنتخب الآن، في منهم في 97 و98 وال2000 وال2001 كانوا مع الكابتن عياد القاضي، وعرفنا وتعرف أنت طريقة الاختيار كيف كانت. صحيح. كان المدرب يجيب 120 لاعب من الجهة الغربية وكذلك من الجهة الشرقية، كانت في تجمعات يشرف عليها عبد السلام الكوت وفي عدد وكذلك وفي عدد القاضي، وطبعا في فترة قصيرة جدا. ولما نشوف أنا عياد القاضي أنه هو يختار لاعبين بهذه القيمة، واليوم نشوفوهم أدائهم كان حتى في المسابقات الشباب كان يعني أدائهم جيد، واليوم نشوفوهم هم موجودين في المنتخب، يعني عياد القاضي وين الآن؟ أنا هذا السؤال، وين عياد القاضي؟ يعني مشروع لما أنت تنجح فيه ليش تكسره؟ هني الاستمرارية، الاستمرارية مهمة جدا. أنت رأى مش مشكلتك أنك أنت تشبب الفريق، أنت مشكلتك أنك أنت تخلق امتداد لهذا المنتخب. طيب.